العلماء بحثوا في مواضيع تتعلق بالسحر والحسد وما يسمى ما وراء الطبيعة، علم ما وراء الطبيعة، فوجدوا شيء غريب فعلا، أن الإنسان، كل إنسان، هناك موجات كهرطيسية يصدرها من دماغه باستمرار، وهناك موجات كهرطيسية يبثها القلب باستمرار. وتمكنوا مؤخرا في عام 2017 من إحداث تواصل بين شخصين من دون الكلام بمجرد هذه الموجات، لأن الموجات الكهرطيسية يستطيع الكمبيوتر من خلال جهاز خاص أن يقرأها ويظهرها، وبالتالي أنت عندما تفكر بأي شيء فإن دماغك وهو يعمل يبث هذه الموجات. شكل هذه الموجات يختلف حسب ما تفكر به، وأسوأ أنواع هذه الموجات عندما تفكر أنت بأن النعمة ينبغي أن تزول عن هذا الشخص وأن هذه النعمة تكون لك، فإن هذه الموجات تؤثر على هذا الشخص، هذا علميا. وبالتالي حتى هم يقولون ينبغي على الإنسان ألا يتمنى زوال النعمة عن غيره أو يتمنى الشر لغيره، لأنه سيصيبه بأثر ما من خلال هذه الموجات التي يفهمها دماغ الآخر، والموجات التي يطلقها القلب تؤثر على قلوب الآخرين. وبالتالي أنت عندما ترى شخص للمرة الأولى تشعر أحيانا أنك مرتاح أو غير مرتاح. ما الذي يحدث؟ هذا الأثر هو للموجات الكهرطيسية. وبالتالي الله سبحانه وتعالى أمرنا، بل وأنزل سورة كاملة، سورة الفلق، وقال فيها: ومن شر حاسد إذا حسد.